بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. هذا اسمك أحمد، بيت من حرير، كان مصاب سرطان بالدم، مرض الدم، رب جاءت إلينا أمثال الجلسة، الحمد لله رب العالمين شفاء، وهذا كله بركة القرآن ومعجزة القرآن. عفوا، اللي مصاب بهذا المرض لا ينقهر ولا يخاف، لأنه والله القرآن معجزة، هو الشافي ورب العالمين. بس إحنا نكون أسباب بسيطة، هذا شيء عنده مرض بالدم، هسه وضعيته كل زين صاير الحمد لله رب العالمين. هسه نتكلم يا أبو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ربنا ناجي. أخر شيء جام أقول أجوان ناجي. لشيء هاتوي. الله الحريج. طبعا بداية أمدارة صوت شيء نخش خيرا. أخوي ما مصاب بطاقة بمجبر ما أنا كن دكتورة كان نعم بيلي. بلى. وكان نخش خيني خيني كمان. بلى. علاجان لوك الدواش هنا ما نلاقي زنام. خداي يقول فرصتي دا صبر صبر بلا باش ياتي جوانا استا وزعي كولك افش والله باش ترزور في تانتي كدوا اخواي ما وك فيش استا تنكر بس استا فرق كر يعني لو تي علاش تنكر استا كوا باش يعني زور فرق كوا كمان ذكاو باش الطبيعي زور الحمد لله يعني قالوا هبي بلا باش ياتي ان شاء الله خرافت كار بلو خرافي داتي بلا باش نا والله بلا باش ياتي زور راش استا كمان ذكاو باش الحمد لله الحمد لله تاق احمد شوني عقبا جلسي مكتبي استا كوي باش. الحمد لله اخي تانا تينك ديال لو تينا ما هو شي زول تينك ديال ربي مبارك تامي فاش خمتا ما جيني بالطان ديال كتني بالطان خويا تاني بالطان بين مبارك تامي الحمد لله وهذا هو بركه القران يقول هسه وضعيته كل زين باذن الله وبركه القران وهذا هو معجزه القران وهذا هو سرطان الدم وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.